والآن سيظهر لنا مشهد نرى فيه ضحية جديدة، ولكن هذه المرة إن موتها ليس بطريقة طبيعية كما في الحيوانات السابقة، بل نتيجة لتدخل الإنسان، حيث أن هناك أغنام تربى بغرض الاستفادة من صوفها واستخدامه في صنع الملابس والفروات وغيرها. يقوم المربي بترك صوف الغنم ينمو بطريقة كبيرة وكثيفة إلى درجة قوية، يصبح الصوف متراكماً حول جسدها بكمية كبيرة فيخنقها بحرارته. وليس هذا فقط، بل يصبح مكاناً ملائماً لتنمو فيه أنواع مختلفة من البكتيريا والحشرات الصغيرة التي تأخذ من هذا الصوف منزلاً لها، وبالتالي تبدأ الأغنام بالشعور بالانزعاج والضيق من هذه البكتيريا والجراثيم، وتبدأ الحكة في كل مكان. هذا ما يجبرها لحف جسمها بشكل ما قاسياً كالصخور مثلاً للتخلص من هذه الحكة. تؤدي هذه العملية أحياناً إلى إصابة الخروف بجروح بالغة.